احنا دلوقتي معانا تقرير عن ياسمين موسى، ودي طبعا المستشاره القانونيه حضرتك كنت بتتكلم عنها، المستشاره القانونيه لمكتب وزير الخارجيه. هنشوف مع حضراتكم هذا التقرير، وزي ما كان الدكتور محمود بيقول تلقت اشاده كبيره جدا، وكل الناس كانت بتتكلم عنها امبارح على السوشيال ميديا عن ادائها كمان في هذه المرافعه. هنشوف هذا التقرير ونرجع نكمل مع الدكتور محمود مثلا. مثلت المستشارة القانونية الدكتورة ياسمين موسى الدولة المصرية في جلسة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي خلال مرافعتها في جلسات استماع حول الاحتلال الإسرائيلي لأراض فلسطينية، مع عرض الواقع الذي يعانيه الفلسطينيون منذ 75 عاماً. The Middle East region yearns for peace and stability and a just, comprehensive and lasting resolution to the Palestinian-Israeli conflict based on the principles of international law and the establishment of a viable Palestinian state on the pre-1967 lines with East Jerusalem as its capital. The legal determination by the court in the present advisory opinion is indispensable to guide the General Assembly and the international community to achieve this objective. ترافعت ياسمين موسى ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية وهي تتولى منصب المستشار القانوني بمكتب وزير الخارجية المصري وأحد أعضاء مكتب وزير الخارجية. تعد الدكتورة ياسمين موسى من أبرز المصريات في مجال القانون الدولي، فضلاً عن مشاركتها الواسعة في المحافل الدولية من قبل. ونشأت ياسمين موسى في مصر ودرست القانون في جامعة عين شمس، ثم أكملت دراستها العليا في جامعة القاهرة قبل أن تحصل على الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة كامبريدج. عملت كمستشارة قانونية بمكتب وزير الخارجية، وشاركت في العديد من المؤتمرات والندوات الدولية حول القانون الدولي وحقوق الإنسان، كما ساهمت في إعداد التقارير الدولية حول حقوق الإنسان والقانون الدولي، وكانت مستشارة بالوفد المصري في جنيف. ومنذ عام 2014 إلى 2016 كانت أستاذة مساعدة في القانون بالجامعة الأمريكية في القاهرة، وقامت بتدريس القانون الدولي العام، كما أشرفت على القانون الدولي في كلية المجدلية وكلية سان أدموند في جامعة كامبريدج البريطانية. الدكتورة ياسمين موسى تولت العديد من المناصب خارج وداخل مصر، وقبل عام 2019 كانت السكرتيرة الأولى للشؤون الإنسانية والقانونية في بعثة مصر الدائمة إلى الأمم المتحدة في جنيف، وذلك وفقاً للموقع الرسمي لمركز جنيف للتحكيم الدولي التابع للأمم المتحدة. وقبل توليها هذا المنصب تولت العديد من المناصب المختلفة في مصر، وعملت في وزارة الخارجية المصرية، ثم حصلت على منصب المستشار القانوني بمكتب وزير الخارجية المصري.